ارجع لحضراتكم مره تانية. من مواليد منطقه الجزاء عماد متعب ويحط الاهلي في المقدمه. رجل اللحظات الاخيره متعب اللحظات الاخيره وشان الكره المصريه عماد متعب متعب كبير الهدافين في الوقت الضائع عماد متعب وهدف التقدم للنادي الاهلي في الدقيقه الرابعه من الوقت البدل الضائع. خلنا طبعا من دلوقتي على الدقيقة الأولى وحكم اللقاء مراد الدعمي ادانا ثلاث دقايق اوبا هدف التعادل. مشهد محمد على الأرض حلوة لعماد لسه مصدر الكورة عماد يا ولد يا عماد الدقيقة 49 يبقى يروح عماد بدري في الجول ويحرز الهدف الثاني على طول للنادي الأهلي الدقيقة 49. عبد الحميد حسن خطرة متعب هوبا جوه جول عماد متعب يا على خطرة وتلعب مرة ثانية وادي الكرة العرضية وادي هدف على طول بتلعب بكريم بامبو وبامبو عرضيه ومتعب ومتعب جول هجمه اهلاويه كوره عرضيه خلصت يا باشا خلصت يا باشا مع الشمال صبري هوبا توصل لعبد الله وادي جول جول متعب العداد الخلاص جلاد الحراس.